يصدأ الحديد إذا لم يستخدم، ويركد الماء إذا لم يتحرك، وهذا هو ما يحدث للعقل إذا لم يفكر. ده كلام اللي قاله ليوناردو دافنشي، الرسام والمهندس والنحات الإيطالي الشهير، اللي توفى في يوم زي النهاردة من أكتر من 500 سنة. يعني من 500 سنة وأكتر الراجل ده قال إن العقل اللي مش بيفكر بيصدي. وإحنا النهاردة بنتناقش إذا كان مسموح لنا نفكر أو لأ. القرآن الكريم سبق كل ده وطلب مننا التفكر والتدبر وإعمال العقل، بس لسه في ناس بتقول لنا ريحوا دماغكو، إحنا هنفكر بدلكو، وغالبا برضو مش هنفكر، لأن التفكير خطيئة والتدبر سيئة. واسمعوا الكلام واشربوا اللبن لو لقيتوه وانتوا ساكتين. طب لو فكرنا من وراهم وما قلنا لهمش اننا بنفكر، تفتكر هيعرفوا؟ تفتكروا البني آدم اللي بيفكر عينيه بتفضحه؟ طب واللي بيفكر في حاجة تنفع الناس هو ده اللي أكيد تصرفاته بتفضحه؟ فكروا قبل ما عقلكوا يصدي زي الحديد اللي مش بيستخدم. ونضيف لكلام دافنشي، استعملوا قلوبكم اللي زي المية، لو ما اتحركتش هتبقى مية راكدة زي مية الترعة المقفولة من ناحيتين. يقول تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني القلوب تطمئن وتخاف، يعني مطلوب ان قلبك يشتغل ويلين للناس والحب الخير للناس، وعقلك يشتغل ويسأل ويحاور وينشر ثقافة الفكر الراقي. لكن اللي احنا عندنا شغال طول الوقت لا هو العقل ولا هو القلب، اللي شغال عمال على بطال هو اللسان، كلام في كلام. ولو لساننا تعب بقينا نستخدم صوابعنا نتكلم بيها ونختلف بيها ونسب بيها ونشتم بيها، فبقى عندنا 11 لسان بدل لسان واحد. لو فكرت، لو حسيت، اكيد افضل مما لو اتكلمت. يعني عقلك وقلبك احسن كتير من صوابعك ولسانك. يا ترى قبل ما تفكر ترد عليا بكلمتين مش قد كده، هتحاول تفكر في اللي بقوله ولا لسانك وصوابعك هيسبقوك؟ خد وقتك في الرد.